وللحديث عن الواقع الحالي لمدينة بغداد التي تحتفل بيوم تأسيسها وسط تدهور أوضاعها الأمنية والخدمية، معنا من مالمو عبر سكايب الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان. أهلا بك معنا أستاذ علي. مرحبا بكم، مساء الخير على قضايا الرافدين وعلى جمهور العراق في داخل العراق الحبيب وفي المهاجر. مساء الأنوار أستاذ علي، بداية كيف ينظر أهالي بغداد اليوم إلى مدينتهم العريقة؟ هل تظن أنهم راضون عنها أو عن واقعها الحالي بالأصح؟ والله نظرة أهالي بغداد، أنا يعني تقريبا قبل 3 أسابيع كنت في زيارة إلى مدينتي في كركوك، وبقيت أكثر من شهر ونصف في بغداد. أنا أعتقد أنه الوضع الحالي في بغداد وضع نقدر نشبهه يعني بكارثة تمر في هذه المدينة العريقة الجميلة. يعني أشبه بغداد بامرأة جميلة ولكن موشحة بالسواد والثكالة والدسائس والخرائب والدمار وحتى الانطفاء على نفسها، يعني من خلال المشاهد اللي تشاهدها وانت تتجول بين أزقتها وتعابير الحزن على أبناء بغداد الأصلاء، لأنه تقدر تميز من بغداد من خلال الكاركتر أو من خلال حالته النفسية وحالته المعنوية وحالته المعيشية. يعني فعليا اليوم أستاذ علي، ما الذي ينقص بغداد لكي تكون عاصمة يعني كعواصم العالم يعني الحضارية والتي تعج بالحياة، ما الذي ينقصها اليوم برأيك؟ الحقيقة ينقصها رجال حكمة، رجال سياسة حقيقيين، ينقصها ناس تحب بغداد. الذي حدث بعد 2003 الحقيقة، بعد الاحتلال الأمريكي الفارسي المدمر للعراق وخصوصا بغداد، هي تعرف دالة عاصمة، يعني المدن تعرف من خلال كل دول العالم تعرف من خلال العواصم. الذين أتوا مع الاحتلال الأمريكي أتوا بمشروع التهديم، يعني لا يبنون، يعني ليس هناك مشروع للمواطنة، ليس هناك مشروع للاستثمار، التعليم، الأمن، يعني حتى نحن نعرف يعني أنه مدينة بغداد معروفة بالمسارح وصالات السينما والجاليريهات والمركز الثقافية، هاي كلها يعني الذين أتوا بمشروع تدميري. الجهلة والدخلاء والإبماعات لا تبني أوطان، لأنه المشروع أن لا تبقى بغداد، وبالمحصلة لا يبقى العراق. لذلك دالة الوجع كانت مكثفة في بغداد. يعني مثلا إذا أنت تجولت في شارع الرشيد، هذا الشارع العريق بصالات السينما بالمكتبات، الآن شارع عبارة عن خريبة تحول إلى أدوات احتياطية، يعني صالات السينما هدمت، كل يعني نهر دجلة اللي تغنوا به أجمل الشعراء. يعني المدينة الوحيدة بالعالم إذا تسوي يعني سوي مسح شامل للعواصم، نهارها أيضا حزين، لأنه جناحي دجلة، وهذا جدا مهم، يعني الساحل الأيمن والأيسر وزع إلى أزلام السلطة، الأحزاب، يعني رجال أخذوا الوزراء، أخذوا المدراء بدرجة مدراء عامين، كلها على 300 متر و400 متر و600 متر، أي رئيس وزراء يجي بعد الاحتلال يمنح قطع أراضي دجلة. ما تعانيه بغداد اليوم سيد علي لربما ليس فقط نتيجة إهمال، وإنما هو إهمال متعمد وإفساد متعمد لصروح البلاد. نعم، لأنه الذين يحكمون لا يمتلكون شرف المواطنة. الذين أتوا خلال هذه السنوات العجاف، هذه السنوات المر اللي شافوا العراق الضيق، أتوا بمشروع تدميري، ليس لا يحملون مشروع مواطنة، مشروع بناء صرع ثقافية. يعني احنا نعرف بكل العالم الأماكن الأثرية، الأماكن الخالدة، الصروح، النصب والتماثيل تخلد وتصان. احنا في العراق الذين أتوا هدموا كل ما كان مبني قبل 2003، واحنا نعرف الآن اكو مشروع حتى لإلغاء الشوارع، يعني بعض الشوارع
رغم أنه يعني يخسؤون في ذاكرة العراقي والبغدادي بشكل هذا، ما يقدر يبدل اسم الشارع. الآن حتى اشتغلوا على تغيير أسماء الشوارع، يعني ما معقول هذه المدينة الآن تحمل، يعني مع احترامي وإجلالي لكل الشهداء، تحمل فقط سيطرة الشهداء شارع الشهيد شارع هذا، وكأنه العراق تحول إلى مقبرة وبغداد عبارة عن مقبرة. طيب كبير. في هذه الناحية السيد علي، في هذه الناحية إذا ما أردنا التحدث هنا عن الخطورة لدى الأجيال القادمة من رؤية بلادهم على هذا النحو، ظنا منهم أنها يعني ستبقى هكذا وأنها هكذا دائما، وأنما الأجيال يعني كبيري السن إن صح التعبير يعلمون ما تاريخ بغداد ويعلمون كيف أنها حاضرة في 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 يعني الوجدان. خطورة ما تشاهده في بغداد اليوم لدى الأجيال المستقبلية، ما مدى خطورة ذلك؟ طبعا الخطورة جدا عظيمة، وهذا ما تشاهده من خلال المتسولين والثكالة في شوارع بغداد. بغداد الآن عبارة عن دار أيتام في الشوارع، يعني أي شارع الآن تلقى ذول الأطفال الحلوين اللي محرومين من البسمة من المعيشة من أجل قوت لا تموت، وبعضهم تحولتهم الأحزاب والمافيات السافلة اللي حكمت بعد 2003 إلى متسولين بإجور، يعني من خلال المافيات السياسية ومن خلال المواخير، آسف لهذه المفردة التي فتحت باسم الكافيتيريات وهي معروفة صالة قمار و و و و و إضافة إلى أنه الذي لا يمتلك تاريخ لا يستطيع أن يمتلك حاضر ومستقبل. الأجيال راح تجي رغم أنه أخو وعي، الوعي هذا تجلى من خلال شباب ثورة تشرين اللي طو أجمل الشباب في من خلال الشهداء والضحايا والمغيبين واللي هجروا شمال العراق وخارج العراق وما زالوا ملاحقين. رغم هذا الخراب مدروس، يعني كل ما يحدث في العراق من تهميش من تدمير عمراني، انت تعرف الان حزام بغداد، نتحدث عن بغداد، حزام بغداد الحزام اللي امتلكت المال والسلاح والمناصب الان حولتها هذا النخيل اللي كان حزام بغداد يدور خصوصا في منطقه الدوره الى البعيثه والى جنوب جنوب شرق، الآن جردت النخيل. سيد علي سريعا لو سمحت لي، مسؤولية النخب العراقية في إظهار يعني الوجه التاريخي الجميل لبغداد، سريعا ما مسؤولية هذه النخب الآن؟ أشكرك على هذا السؤال. مسؤولية النخب جدا مهمة، لأن السياسي المافيوي الذي ينتمي إلى مشروع تدمير بغداد والعراق لا يستطيع أن يتحرك إلا من خلال أدواته المثقف والإعلامي والشاعر والقاص والأديب والأكاديمي. كثير من المثقفين والنخب العراقية تتحمل مسؤولية ما يحدث الآن، لأنه شراء الذمم الآن ووعاظ السلاطين كثروا كالذباب في بغداد، وإحنا نعرف الفضائيات التي تبث السم في العسل والصحف. كثير من المثقفين العراقيين مشاركين، وكثير من المثقفين العراقيين حتى صادروا بعض أصوات ثورة تشرين. المثقف مسؤولية كبيرة، عليه أن يحترم تاريخه، لأنه لا منجز دون انتماء، لا منجز دون انتماء للوطن اللي هو العراق. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من مالمو الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، تحياتي.